مرحبا بكم متابعينا. خلال اجتماعات الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العلمي اليونسكو اللي انطلقت بالسعودية في 10 سبتمبر الماضي 2023، يتقرر إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة اليونسكو. وتنضم جزيرة جربة الأكثر من 832 موقعا تاريخيا حول العالم، تصبح واحدة من أهم المواقع الأثرية في العالم الكل، وهذا بفضل المعالم التاريخية الموجودة على الجزيرة، وبما في ذلك مسجد الترك المبني من القرن 16. ويتميز المسجد هذا بتصميمه المعماري الرائع، أيضا منارة تاجرميس المخروطية الشكل واللي تم تشييدها عام 1895 ميلادي، وطولها يوصل ل 64 متر، والمنارة هذه تعكس الطابع البحري للجزيرة بواسطة وميضها الأبيض اللي يوصل لمسافة 43 كيلومتر في البحر. أيضا برج الكاستيل وهو أحد الحصون الحربية الإسلامية في جربة، وشيد في عام 1284 في جزيرة جربة، وهذا لحماية الجزيرة من الغزوات المتعاقبة. أيضا مسجد فضلونة ويعود إنشاؤه للقرن 14، ويتألف من 3 أقسام وذا طابع معماري فريد من نوعه يعكس تعايش اليهود والمسلمين التوانسة على جزيرة واحدة. والمعلم التاريخي المشهور به جربة حول العالم هو معبد الغريبة واللي شيد منذ 2500 سنة، وهذا يجعله من بين أقدم أماكن العبادة اليهودية في العالم الكل. وتقول الروايات أنه تم بناءه على مكان إقامة الغريبة، وهي عابدة يهودية استقرت في جزيرة جربة بموقع الكنيس منذ حوالي 2500 سنة. ويحتوي المعبد هذا على أقدم نسخ التوراة في العهد القديم، وتقام فيه الاحتفالات السنوية من قبل الطائفة اليهودية في تونس ومن جميع أنحاء العالم، وتأتي أعداد هائلة من الزوار حول العالم للحج لزيارة المكان والصلاة بالأخص في أيام الأعياد اليهودية. هكا أصبحت جربة تنتمي لأكثر المعالم التاريخية حول العالم عراقة، وتاريخها يرجع لأكثر من 3000 سنة، واستطاعت الانضمام للائحة اليونسكو العالمية. لكن شنو الاستفادة من انضمامها الموقع اليونسكو؟ في البداية تأتي السياحة أولا اللي باش تزدهر فيها بما أنها أصبحت موقع من التراث العالمي ومصنفها اليونسكو. ثانيا جزيرة جربة أصبحت محمية من قبل الدول العظمى وكأنها جزء منهم، لكنها تبقى تابعة لتونس، وهذا يندرج في برنامج اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. وباش تحصل جزيرة جربة من خلال البرنامج هذا واندراجها ضمن لائحة اليونسكو العالمية على مساعدات مادية ومالية بآلاف المليارات، هذا الكل لحمايتها من الإزالة. وهكا الدولة التونسية تربح المليارات من خلال تاريخها العريقة، ولقى هذا ترحيب كبير من الشعب التونسي والدولة التونسية، وخلى فرحة عارمة تدور في الأوساط التونسية، ودامت بلادنا دائما متألقة. في آخر الفيديو إن شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.